يعني نمشي بقى في سياق الكلام اللي نهوان ده قالته من شويه. يعني كنت لسه هسال حضرتك تحب نبتدي كلامنا عن الاهلي ولا المنتخب، بس بما انها جابت سيره كيروش تعالى يعني نبتدي كلامنا بيه. انا هسال حضرتك على مش مجرد رؤيتك لمباراه الامس بين مصر والجابون عفوا، انا عايز اسال حضرتك على رؤيتك للمنتخب بشكل عام من اول ما تولى يعني مسؤوليه القياده الفنيه ليه كيروش. كيف ترى المنتخب مع بسم كيروش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا برضو ايه هربط ما بين النادي الاهلي وكروش والمنتخب. اتفضل. ماتش الاهلي والزمالك الراجل لعب بطريقه احدث طريقه في العالم موسيماني كان بيلعب بيها. تمام. لو تفتكر ايام جوارديولا تفتكره لما كان ماسك برشلونه كان بيلعب بنفس الطريقه اللي بيلعب بيها موسيماني. هتبص تلاقي الراجل الليبرو اللي في وسط الملعب اللي هو كابتن المنتخب الاسباني دلوقتي بينزل ما بين السردباكين وبعدين بيبدا الهجمه وبعدين في المقدمه بيلعب راس حربه وهمي، وده اللي عمله موسيماني في ماتش الزمالك. ماتش الزمالك بقى حمدي فتحي بيسقط ما بين السردباكين في حاله بدايه الهجمه وفي حاله الهجوم بيبقى ليبرو متقدم. لو تفتكروا ماتش الاهلي والزمالك هتبص تلاقي تاو بيلعب ناحيه اليمين، قفشه او شريف وقفشه ناحيه الشمال. طيب هل شريف كان بيلعب راس حربه؟ لا، ولا كان ناحيه الشمال؟ كان وينج. كان وينج. امتى وينج؟ واحنا بندافع. واحنا بندافع، انما واحنا بنهاجم بيبقى راس حربه. وقفشه بيروح ناحيه الشمال. حريه حركه. وده اللي بيحصل في برشلونه وفي الانديه الكبيره النهارده. السيتي بيلعب ازاي؟ السيتي بيلعب من غير راس حربه، راس حربه وهمي. وتبص تلاقي دايما اللي رايح في مكان راس الحربه باستمرار واحد من في وسط الملعب، وده اللي احنا شفناه ديانج سوليا. شفنا الجول اللي عمله بالحركه الجميله ديت. ديانج الجول الاولاني كان فين ديانج؟ كان على ال 18. وده اللي بيحصل في الانديه الكبيره اللي راس الحربه ده بيبقى مش ممسوك. فدي الحاجه دي كروش ما خدش باله منها. يعني انا يعني شفت امبارح والماتشات اللي قبل كده مثبت الناس كانهم يعني كانهم مثلا اعلام او يعني عصي في الملعب. ما ينفعش، الكره ما فيهاش كده. ومثبتهم في مراكز غير مراكزهم اللي هم بيتميزوا فيها. تمام. انا بساله سؤال بس، يعني امبارح ياسر ريان ومروان حمدي ومروان بيلعبوا ايه؟ لا ده مكانه ولا ده مكانه ولا ده مكانه. وبعدين انا بلعب ماتش تحصيل حاصل. التحصيل حاصل ده انت مش فيه جمهور عايز يستمتع؟ طبعا. والماتش الكوره ده معمول عشان ايه؟ عشان اوصل. طب اوصل وبعدين؟ ما انا عايز اوصل هلاعب فرق كبيره. ده واضح انها هتبقى مشكله لما نوصل. يعني امال ايه؟ هنلاعب التقايل بقى فعلا. والله العظيم يا كريم من ايام برادلي وكوبر كنت بقول بنفس الكلام اللي انتم متبنيينه. كنت بقول برادلي ايامها الراجل واخد حوالي كان سمير عدلي يمكن كان معاه اداري او مش عارف يعني تقريبا يعني واخد تقريبا 100 وشويه لاعب. وبعدين لمده 3 سنين ونص جه في الماتش الاخراني بتاع غانا راح واخد ناس ثانيه خالص. كان واخد تمساح، ولو تفتكروا كان واخد تمساح مش عارف مجموعه كده كبيره جدا من اللعيب. جه في الماتش بتاع غانا اللي احنا اتغلبنا فيه فتره كبيره جدا وحتى الماتش اللي هنا راح واخد ناس ثانيه خالص. نفس الكلام بالنسبه لكوبر، راجل بيدافع وهجمه مرتده. وبعدين الكره والله انها متعه، تستمتع بجمله جميله المدرب حاططها للعيبه بينفذوها. اللي انا بخشاه واللي انتم بتخشوه لان احنا جمهور وبنعشق مصر، وانا متاكد ان انتم بتحبوا مصر جدا زي اي واحد ماشي في الشارع. احنا لما نقول كروش مش مورينا حاجه فيها تفاؤل. هل احنا كده بنهاجمه؟ عايزين مكانه؟ عايزين مركزه يعني؟ لا، ولا احنا عايزين نطمن؟ بطبيعه الحال حقنا نستفسر، احنا خايفين على منتخبنا، احنا عايزين البطوله، احنا عايزين نصعد. يعني احنا عايزين مشروع. عايزين نطمن ان احنا بلد بحجم مصر. وانا استغربت امبارح حتى التصريح غريب جدا يقول ان يعني مصر الماضي هو الاهرام وابو الهول. لا، احنا رحنا كاس عالم من اول الدول اللي راحت كاس عالم 36، صحيح حصلت ظروف وبعدين رحنا لكاس عالم 90
ورحنا كاس عالم الفتره الدوره اللي فاتت. فمصر ليها تاريخ من دول اكبر الدول في افريقيا اللي واخد عدد بطولات في افريقيا. فانا اذا ماليش ماضي مش هيبقى ليا حاضر ولا ليا مستقبل. التشكيلات اللي هو بيلعب بيها مفيش تثبيت تشكيل. ونمره واحد لاي مدرب بيشتغل مبتدئ، لابد انه اول ما يتولى فرقه يعمل خطوط عريضه ان انا بعمل تثبيت تشكيل.